وهنا اتوقف عند نقطة مهمة اكد عليها، ان احنا ما عندناش في مصر لا القوات المسلحة ولا الدولة المصرية ولا اي مؤسسة من مؤسساتنا عندها اجندة خفية تجاه حد. احنا دايما زي ما اتقال كده من زملائنا اللي تحدثوا قبل مني، ان الحرب هي استثناء، الحرب هي استثناء، لكن الحالة العامة هو السلام والاستقرار والبناء والتنمية. وأتصور إن إحنا خلال 51 سنة دول كان في اختبار حقيقي لإرادة مصر في الحفاظ على السلام كاستراتيجية هي تبنتها وحماية حدودها وأرضها. عشان كده النهاردة بعد المدة الطويلة ديت اللي بتصور إن إحنا كلنا المفروض نتوقف جميعا أمام الحالة ديت، الحالة المصرية ديت، والقادة اللي كانوا موجودين في الفترة ديت سواء كانوا عندنا أو حتى كانوا في إسرائيل. وهو ده اللي خلى، أنا بقول لو يعني طبعا يمكن كتير من اللي بيسمعوني ما عاشوش، ممكن تقرأ عن الموضوع، ممكن تقرأ عن الحالة، وده كويس، لكن في فرق إنك تقرأ عنها وإنك تعيشها.